خرج العراق من النفق أمس بانسيابية رائعة جدا بلا مشاكل انسيابية. حضور جيد بالبرلمان. هاي صارت ببركة الإمام الحسين. هاي بركة زيادة 40. هاي طانيان الحسين. هاي إيد بإيد طانيان. هذا شو قفتوني؟ والله لأوقف لكم أنا. تعرضنا إلى الضرب والاعتداء من القوات الأمنية في مجلس النواب. بريطانيا تيجي للعراق تقول له توسطنا عند إيران. بلكي الخاطر العباس يفكون السفينة مالتنا. بريطانيا تيجي للعراق تقول له الخاطر أبو فاضل، أنتوا عندكم فاضل عراقيين. بلكي تتوسطنا عند إيران. الآن أوروبا تعيش أزمة اقتصادية شديدة، غلاء الأسعار بشكل. ليش؟ لأن يقول أمريكا ورطتنا. شنو نعمل اللي عندنا؟ شنو نعمل اللي عندنا؟ يصيحون الغوث الآن أوروبا. الأسعار، انتخاب أعضاء مجالس المحافظات، أموال بذلت دول عربية دول غير عربية لإسقاطنا. المشاركة مسؤولية وطنية، أنت هذا وطنك تريد تبني لما تبني، وتمزيقنا تريد يجون خوش ناس تريد يجون خوش ناس، وإفشال تجربتنا هذه تريد يجون أولاد العوجة وتكريت حكمون. تريد لا منك بيك حكمك انت كيفك، وتمزيقنا الأسعار.